السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. دابا جيت نهضر لكم على واحد لانغريديون، واحد العنصر كيميائي اللي تيدخل في الكريمات، خاصه المستخدمات التجميليه اللي غنعرفو لكم باش منين تلقاوه في لا ليست، يعني ديال لي زانغريديون اللي تتكون في لومبالاج ديال الكريم ديالكم، تعرفوا لاش يصلح. فهاد لانغريديون هذا هو لو فينوكسيتانول. الفينوكسيتانول كما قلنا هو واحد مركب كيميائي اللي هو مكلاسي في لا ليست روج. كما قلت لكم لا ليست روج هي لا ليست اللي تكون يعني الخبراء والمتخصصين في المجالات الكيميائيه تبتوا انها في لا ليست، يعني انها مسرطنه. فهاد الفينوكسيتانول هو توكسيك، يعني ماده سامه وماده مسرطنه، يعني مع هذا الدراسات اللي تبتات. هو في حقيقة واحد هو عبارة عن مادة محافظة تزيد في تمديد العمر الافتراضي لمستحضرات التجميل. هادشي علاش تتكون بعض المرات في بعض الكريمات. ايضا هو منتوج يحتوي على هذا اللون ديالو شفاف. ايضا هو يمكن انه يحسن في العطر ديال هذيك الكريم ديال ذاك المنتوج التجميلي. وهو كما قلت لكم واحد السائل عديم اللون. ايضا عنده واحد الفعاليه في هذا الفعاليه ديالو في هذه المنتوجات الكيمياء التجميليه، هو انه منتوج يحتوي هذا منتوج كما تنقولوا فعال في الفعاليه ديالو ضد العفن وضد الكائنات يعني البكتيريا، وبصفه عامه نقدروا نقولوا التلوث الجرثومي لهاد المستخلصات التجميليه اللي يقدر ان الانسان يستهلكها للعنايه بالبشره ديالو. فكما قلت لكم عاوتاني، فكذلك هو سي ان اكسيلون، يعني اكسيلون في لا بينيتراسيون ديال كوتاني، في لا بينيتراسيون كوتاني، بحيث انه تيدخل بسرعه فائقه. داكشي باش تيختاروه تيزيدوه في هاد الكريمات التجميليه، عنده واحد السرعه فائقه في الدخول لهذا البشره. باس ميم بار لو بلاسانتا، يعني هو يعني بينيترون بواحد الطريقه سريعة جدا. une fois métabolisé par notre organisme, il produit un acide phénoxyacétique. هاد الأسيد هذا اللي تينتج عليه الفينوكسيتانول فهو توكسيك. توكسيك بالنسبه للسيستم نيرفو، بالنسبه للفوا الكبد والجهاز العصبي، كذلك بالنسبه للسون اي الدم. هاد الفينوكسيتانول هذا في الاوائل ديال الاستعمالات ديالو في الكريمات التجميليه، فالخبراء لقاو بانه معوض اساسي ومعوض يعني معوض للبارابين. كانت نضت يعني الناس عرفوا بان البارابين هو ماده مسرطنه، ولو تهربوا من الكريمات اللي فيها البارابين، بحيث ان هذا الصانعين ديال المستحضرات التجميليه قرروا انهم يغيروا البارابين بهذا الفينوكسيتانول هذا. ولكن الشيء الايجابي هو ان البارابين هو واحد ماده اللي تثبتوا الخبراء انها مسرطنه وتتاكومولا، يعني تتراكم في الدم الانسان. باغ كونتر هذا الفينوكسيتانول فرغم انه حتى هو ماشي يعني حتى هو ماده سامه وماده مسرطنه، الا انه يخرج مع البول، ما تيتراكمش في الدم ديالنا. وكما تنعرفوا بان الاشياء اللي تتراكم في الدم ديالنا، فمنين تزادينا ومنين تنستعملوا هاد المستخلصات وتناكلوا هاد الاشياء اللي تتراكم، تتبقى تجمع بواحد البورسنتاج في الدم ديالنا. فالفينوكسيتانول في هاد الناحيه مزيان انه ما تيتراكمش في الدم ديالنا، انه تيخرج مع البول، ولكن عنده حتى هو عنده مشاكل صحيه اللي تقدر تصيب الانسان الى استعمله.
هو في الحقيقة كما قلنا بديل للبارابين، وله له أسماء أخرى. من بين الأسماء ديالو الأخرى تلقوا أنه سميتو فيني في في فينوكسيتول، فينوكسيتول أيضا غوز إستر وغيرها من الأسماء اللي خاصكم تعرفوها باش منين تقلبوا هذا المركبات ديال الكريم تعرفوا سميتو، واخا ما يكونش مكتوب فينوكسيتانول تعرفوا الاسم الآخر اللي مكتوب به. عند استعماله هذا الفينوكسيتانول، عند استعماله بشكل كبير أو بكمية كبيرة فقد يؤدي إلى تلف الدماغ، أيضا قد يؤدي إلى تلف الجهاز العصبي المركزي، وقد يؤدي إلى التهاب الجلد، التهاب الجلد وتهيجه. أيضا هو تقدر انه يؤدي الى التهاب الرئتين والعيون. ايضا من بين الاشياء السلبيه فيه انه تقدر انه عنده تفاعلات تحسسيه، وعنده هو يقدر يصيب مرض السرطان، وعنده ردود فعل جلديه يعني شديده للاشخاص اللي عندهم يعني تعانيوا من مرض الكزيما. اذا تنتمناو ان هذا الفينوكسيتانول يتعوض بشي ماده صحيه، وانا جيت غير باش نوريكم بعض الاشياء لاش يصلح الفينوكسيتانول. اللي الزبناء ديالي دائما تيقولوا لي هذا الفينوكسيتانول خاصك شويه تهضري لنا عليه، راه تلقاوه في منتوجات كثيره. فهو هذا الشرح ديالو، عنده منافع وعنده اضرار، ومن الاحسن ما يكونش يعني المستهلك منين تلقى الفينوكسيتانول في واحد الكريم يعني تيكون عجبو الكريم وتبقى فيه الحال انه لقى هذه الماده اللي تزعجو. فنتمنوا ان الكريمات تصبح، فنتمنوا ان نتمنى فهاد هاد الفينوكسيتانول يعني ماده اللي خاصكم تنتبهوا ليها وتاخذوا